أصالة عن نفسي ونيابة عن السي رشيد. طبي رشيد يقول الحمد لله مولانا سهل، وهي لحق دالتي محمد المسعودي يجينا زرناه، لقيتوا خلق كثير جملة جارة حلو مثل بحور كي هاجت بمياه، ذا من الصحراء ذا قصد من التل هذا أبيض هذا أسمر لأخر كيفاه، لقيت ننظر في خلايق الله نتأمل ما لقيتش محال من يسمح سواه، فوق الروضة راه الأذان وهلل يوم الجمعة الله أكبر لا إله إلا الله، كله قول بسم الله بها بحسنة تتكافى واسم المولى به نبلغ كل أهداف، صلاة على نور المصطفى محمد وصحاب في عهد وسلاف. سبحان ربي سبحان ربي دايم ما يهفى، مالك ملكه كونه من نونه كاف، العالم يحصي اللي ظهر وخفى وتوب على العصاة ويكافي الأشراف. آمين يا رب. يوم الحشر تفوت خلقه وتتوافى في الصراط جميع واللي داري خاف، أهل الخير أهل الخير تبان بالوجه صفة، وأهل الغير وقوف وسط الخلق صناف، ادعوا يا حضار زينين الوقفة بجاه المولى عاونونا يا عراف. آمين يا من بيكم كل من قصته وفوضق الحال وطالت همومه بزاف، راح زمان الخير بصحابه قفاه وجاب شقاه معاه ضد دار الكشاف، غاب الميز مع الجلفة والعلفة وغاب الحق مع الداري والشواف، البركة سافرت والقلب شفا وزل الصدق وصارت الغلة حشلاف، اللي عالم اللي عالم شينه فيه شوفه واللي جاه العاد بحكام وعراف، ولد الذيب يرومولو الخروفة ولد الجاجة دار قالوا عنه ساف، يا من بيكم كل من قصته وفاه ذاق الحال وطالت همومه بزاف، ونختم بصلاة النبي هذا الوفاء محمد نور الباكم الأوصاف، شبوب أنا وشبوب ولد برهوم شايف ذا الوصفة، ومسلم للشيوخ والطلبة الأشراف، ساكن في برهوم بين ما يهفى والتمثيلة فيه ياسر ما يتشاف. يا الله يبارك ربي يحفظك. الشعر هذا أنا مانيش قال لي راني نكتب فيه مثلا من عند شيخ ولا من عند هذا، وارثه على الجدة وعلى العم وكان تاريخ تاع جدود، تراث يعني تراث هذا الموروث هذا تراث قديم. هنا دوكا وين رانا بالضبط؟ رانا هنا في بلدية برهوم مشتى ولا سبيطة، معروف بنغمة المسعودي وعراجي. الله يبارك. واش المناسبة؟ مناسبة عندنا فرح اليوم تاع اخونا محمد مسعودي. الله يبارك. اللي هو ها وراه مقابلنا. هو وراه مع سي عبد الملك زغبة. الله يبارك. استاذي كريم. ايه. اولا هذا نهاد نور. راه عريس الجديد ان شاء الله ربي ان شاء الله يبارك له. ان شاء الله نقول لك بالبنين وبنات ربي يبارك ان شاء الله يجمعك بخير. امين. سي عبد الرشيد بالرزق راك سبك لنا بصحتك. راك جيت البارح الليل هنا مرحوم. رحبة ولاد نجا وراك درت فيها الدندينة. بصحتك سي عبد الرشيد. علي وزيد يعني خونا هذا نتمنوا له حنا ان شاء الله بخير ان شاء الله، وشكرا على الدعوه. بارك الله فيك سي عبد الرشيد. شعرنا بارك الله فيك سي شيبوب هذلي هذلي يا الناس يا روح السلام. وانا هذا المكان استاذي الكريم لا ما تقطعش، هذا المكان راه عزيز على قلبي انا، ها هو راه الحيط نتاعي ثلاث سنين من 95 ل 98 ثانويه ثانويه تاع واري ابو مدير سما، راني تقريبا ولد نجي راني نعرفه من هنا دار دار ونعرفه ما بارك الله نعرف نعرفه نعرف قريه قريه تاريخ زين. لا الحمد لله. كلمه الاخيره لك سي العريس. بالمناسبه هذه السعيده نشكركم جميعا اللي قلتوا معنا وشرفتونا بهذه الزياره الطيبه، الاستاذ كذلك رحبوا به هنا في بيته، يعني راهنا في بيته راه كما قال لك امام ثانويه واري ابو مدير. جميع الحضور اللي جاونا بارك الله فيكم، شرفتمونا بكم الصحه، بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شكرا سي رشيد. بارك الله فيك ربي يحفظك. امين اجمعين.